أنتم خير من الإنسان، أنتم أرقى الناس بيانا، أنتم للرفعة عنوان، أنتم للرفعة عنوان. هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أهلا فيك يا أم عبد الرحمن من المدينة، صح؟ أيوة. الله يحييك أم عبد الرحمن، في كل حلقة تتصل علينا بشكل دوري وبشكل مستمر، أسأل الله أن يفتح عليك ويجعلنا وياك من أهل القرآن. آمين. الله يعطيك العافية أم عبد الرحمن. شفتي معي المقدمة في البرنامج ولا ما انتبهتي لها؟ أيوة. طيب، عرفتي فكرة البرنامج الجديدة؟ إنه إحنا الآن في حلقة تحفيظ ولكنها فضائية، كل شخص في بيته وفي منزله يتصل علينا، راح يكون رقمك معنا كم؟ رقم 9. الله يفتح عليك. طيب يوم عبد الرحمن، جاهز المقطع أكيد؟ إن شاء الله. تفضلي. الله يفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا. وجعلت له عبد الرحمن. وجعلت. طيب. وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع الأزيد. ثم ايش ام عبد الرحمن؟ ثم يطمع ان ازيد. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. لآياتنا عنيدا. لا، ركزي في الحركات يا عبد الرحمن. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الله يفتح عليك. سأرهقه صعودا. أحسنتي أم عبد الرحمن، بارك الله فيك وأحسنتي وجزاك الله خير وفتح الله عليك وجعلنا وياك من أهل القرآن. هذا البرنامج برعاية جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القنفذة.